نيجي بعد كده للنقطة الأخيرة الخاصة ببعض النصائح المقدمة للباحثين عند كتابة الدراسات السابقة. أول نصيحة ممكن أنصح بها الباحثين أن هو يوثق فورا أي معلومة ياخدها من مقالة علمية أو من كتاب أو من إنترنت ويكتب المرجع بالكامل، لأن ممكن الباحث يأخذ من مصادر متعددة ونظرا لأنه ما عملش توثيق فوري ممكن ينسى يعمل سايتيشن، وديت ممكن تعمل مشكلة زي مشاكل السرقات العلمية. النقطة الثانية برضو ان انا بنصح الباحثين اثناء قراءة الابحاث ان هو يعمل بوك مارك، يبدأ يعلم على النقاط الاساسية المهمة اللي هو هياخدها في الحسبان اللي هي مرتبطة بمشكلة البحث الخاص به، سواء كان معاه البحث بصورة هارد كوبي نسخة مطبوعة او سوفت كوبي نسخة الكترونية. لازم يعمل عملية بوك مارك او يعلم على الاجزاء المهمة لان دي هتساعده في كتابة الليتريتشر ريفيو. هنا الملحوظة الثالثة بتقول ان الباحث لو اخذ اقتباس كامل من مقالة اخرى محتاج يكتب اسم مؤلف المقالة، سنة نشر المقالة، ويكتب رقم الصفحة ايضا. لو اخذ بعض الجمل وعملها اعادة صياغة محتاج ان هو يبقى فاكر اخذ الجمل ديت من اي صفحة بالظبط بحيث يكتبها في قائمة المراجع. هنا النقطة الرابعة بتقول محتاجين نسجل اي روابط بين المصادر في دفتر منفصل. يعني انا بقرأ المقالات الان ممكن خدت ملحوظة ان المقالة الاولى مرتبطة بالمقالة الثالثة، ابدأ اكتب نوتس كده قبل ما ابدأ اكتب فعليا الليتريتشر ريفيو، ابدأ اعمل ملاحظات ليا كباحث علشان اقدر وانا بكتب الليتريتشر ريفيو ابدأ اوضح الروابط بين المصادر المختلفة. هنا الملحوظة رقم 5 اللي احنا قلنا عليها من شوية موضوع الجدول، لانه فعلا بيفيد كتير، واحنا كمان لو شفنا اي مقالة منشورة في Journal of Accounting Literature او اي ريفيو ارتكل في معظم المجلات المحاسبية او المجلات الخاصة بالبزنس بنلاقيهم معتمدين على فكرة الجدول او التيبل. هنا الملحوظة الخامسة بتقول يجب تلخيص الدراسات السابقة في صورة جدول يبين المرجع وهدف الدراسة والطريقة والبلد وحجم العينة ونتائج رئيسية. طبعا محتويات الجدول هتختلف من باحث لآخر على حسب مشكلة البحث الخاصة به. ايضا عند كتابة الدراسات السابقة طبعا بنبدأ السكشن الخاص بالدراسات السابقة بنكتب تعريف او شرح مبسط عن مشكلة البحث التي تتناولها الورقة كمقدمة للدراسات السابقة، بنكتب كمان ما تم تعلمه حول موضوع معين، احيانا بنكتب ملخص لمقالة موجودة في بحث سابق، ان مثلا في بحث سابق لقينا في الكونكلوجن الباحث بيقول ان في نظرة في الابحاث في اريا معينة او في اتجاه معين، فانا ببدأ الليتريتشر ريفيو بقول ان الباحث فلان الفلاني قال ان في نظرة في هذه الدراسات، وانا هنا في البحث بتاعي بحاول اعمل سيرفي او مسح للدراسات السابقة علشان احدد الفجوات في هذه الدراسات وكيف يمكن معالجة هذه الفجوات بعضها او كلها. طبعا كمان ما ننساش ان احنا محتاجين نحدد التعارض او الاتفاق بين الدراسات المختلفة. عند كتابة الدراسات السابقة محتاجين نستخدم عناوين فرعية، وذلك إذا قسمت الدراسات السابقة حسب موضوع الدراسة أو حسب الفترة الزمنية أو حسب المؤلفين. يعني مثلا لو أنا الدراسة بتاعتي بتتكلم على محددات الإفصاح وأثره على سوق المال، كده أنا بتكلم على جزئين، محددات الإفصاح فشوف إيه هي المحددات، وممكن من خلال المحددات أبدأ أقسم المحددات لكل نوع من أنواع المحددات، وبعد كده أثر الإفصاح على سوق المال دي أريا تانية فممكن يبقى سيكشن تاني بتكلم عليه في الدراسات السابقة. ممكن طبعا أقسم الدراسات السابقة تقسيم زمني على حسب الفترة الزمنية اللي اتنشر فيها البحث اللي أنا بطلع عليه في الدراسات السابقة،
ممكن كمان أقسمها على حسب الدول، ولكن طبعا لازم كل تقسيم الدراسات السابقة مرتبط بهدف البحث أنا بسعى إن أنا أثبت إيه أو إن أنا أقدم إيه في البحث بتاعي. أهم حاجة نتأكد إن إحنا بنظهر العلاقات بين المصادر المختلفة، إجراء روابط واضحة بين المصادر التي راجعتها والعمل الخاص بك. دايما وإحنا بنكتب الدراسات السابقة بنشير إلى أهمية هذه الدراسات وأهمية مراجعة هذه الدراسات للبحث الجاري المتعلق بنا كباحثين. يعني بنحاول نعمل لينك بين هدف البحث أو المشكلة البحثية بتاعتنا والدراسات اللي إحنا بنراجعها. النقطة اللي بعد كده بتقول مناقشة مصادر المساهمات المؤثرة. هنا المساهمات المؤثرة اللي هي الكي كونتريبيوشنز أو الكي كونتريبيوترز، محتاجين نحدد أبرز الإسهامات العلمية في مجال التخصص المرتبطة بمشكلة البحث، ونحاول نناقشها بشيء من التفصيل ونحدد فيها الفجوات البحثية علشان نبرز المساهمة المقدمة من البحث الخاص بنا. هنا نصيحة بتقول عند كتابة الدراسات السابقة لا تستخدم مصادر لا علاقة لها بعملك بشكل عام، يعني ما تضيعش وقت القارئ وما تشتتش ذهن القارئ بأنك تحط مراجع مش متعلقة بالموضوع البحث أو مشكلة البحث. هنا برضو نقطة يمكن بتثير جدل بعض الباحثين، هنا كاتب الكلمات أو النصائح هنا بيقول ينبغي الإشارة إلى الدراسات السابقة في الزمن الماضي. لو شفنا المجلات العلمية، أنا طبعا اطلعت على المجلات العلمية الخاصة بالمحاسبة والتمويل، لقيت إن المجلات العلمية بتذكر الدراسات السابقة أحيانا في الماضي أحيانا في المضارع. فهنا بيحصل لخبطة، هل لازم نكتبها في الماضي أو لازم نكتبها في المضارع؟ نصيحتي اللي هقولها في هذا المجال على حسب التارجت جورنال اللي انت عايز تقدم فيها، شوف الستايل بتاع الجورنال. لو الجورنال تفضل ان تكون الدراسات السابقه في الماضي اكتبها في الماضي، لو تفضل ان تكون الدراسات السابقه في المضارع اكتبها في المضارع. فهنشوف المجله عايزه ايه. وجهه نظر الشخصيه، طبعا الدراسات السابقه شيء تم، فممكن الافضل فعلا انها تكون في الزمن الماضي. فأهم حاجه يكون ان في اتساق في كتابه الدراسات السابقة، يعني في الجزء الخاص بالدراسات السابقة يا إما تتكلم مضارع كله أو ماضي كله. الميكس أو الخلط بين المضارع والماضي في الدراسات السابقة بيخلي الجزء بتاع الدراسات السابقة مكتوب بصورة غير جيدة. نصائح عند كتابة الدراسات السابقة أخرى، بنقول لخص الأفكار، حدد التعارض بين الأفكار، حدد الموضوعات، حدد الفترات التاريخية المختلفة. أهم نقطة أشر إلى الفجوات في الدراسات السابقة وأعرض كيف سيعالج بحثك بعض هذه الفجوات. هي دي أهم نقطة في عرض الدراسات السابقة بصورة كريتيكال. أهم شيء إن احنا نتأكد إن لدينا القدرة على تحديد الفجوات البحثية وعرض هذه الفجوات بصورة جيدة، وبعد ذلك نقدر نقول انا هعالج الفجوات البحثية دي ازاي. طبعا من الصعب ان اعالج كل الفجوات البحثية، في الغالب هعالج فجوة او فجوتين من الفجوات البحثية دي. بتساعد ان انا ابرز مساهمة بحثي وبتساعد في زيادة فرصة نشر البحث في المجلات الدولية. نيجي للنقطة الاخيرة الخاصة بالدراسات السابقة. طبعا الدراسات السابقة برضو بتساعدنا ان احنا نحدد اهداف البحث زي ما قلنا سابقا. ايضا تستخدم الدراسات السابقة في تحديد فروض البحث. هنا الكلام المكتوب باللغة الانجليزية بقول فيه ان الفرضيات او فروض البحث لابد ان تستند او تتعلق بنظريات. فده الاصل في الموضوع. أصل الموضوع إن أنا يكون عندي نظريات معينة تقترح إن في علاقة بين متغيرات، فبناء على النظرية بحط فرض البحث. ولكن أحيانا بلاقي في موضوع البحث بتاعي مفيش أطر نظرية أو مفيش نظريات. في الحالة دي أبدأ أبص أشوف الدراسات السابقة قالت إيه عن العلاقة بين متغيرين، وأقول بناء على الدراسات السابقة أنا بحط فرض بحث بتاعي.
وبالتالي لما اجي اشتغل في الدراسات السابقة هحط في ذهني ان انا هنتهي من الدراسات السابقة ان انا احط بعض فروض البحث، وخصوصا لو انا بشتغل quantitative research. ابدأ وانا ببص كمان للدراسات السابقة اشوف ايه هي الاطر النظرية اللي استخدمت في البحث نفسه، فانا هشوف اي نظرية تم استخدامها. طيب انا دلوقتي في مجال الافصاح المحاسبي في اكثر من نظرية بتفسر ظاهرة الافصاح، يبقى التاسك التاني او الواجب التاني ابدأ احدد ايه هي النظرية المناسبة لموضوع بحثي. اشهر النظريات طبعا عندنا الايجنسي ثيوري اللي هي نظرية الوكالة او نظرية الاشارات. طيب انا هستخدم نظرية الوكالة ولا نظرية الاشارات كاساس لتدعيم فروض البحث الخاصة بي؟ فده محتاجين واحنا بنكتب الليتريتشر ريفيو نحط في ذهننا موضوع الاطار النظري، نحط في ذهننا موضوع تطوير الفروض البحثية بناء على اطر نظرية وبناء على الدراسات السابقة. طبعا لو احنا اخترنا نظرية بحد ذاتها لتفسير فروض البحث محتاجين نقول ليه اخترنا هذه النظرية، ايه هي المزايا اللي ممكن تعود علينا من استخدام هذه النظرية مقارنة بالنظريات الاخرى. هنا طبعا نقطة اخيرة بالنسبة للدراسات السابقة، احيانا بنلاقي في دراسات بتقول في علاقة ايجابية بين متغيرين، دراسة تانية بتقول في علاقة سلبية بين متغيرين. طب لما اجي احط فرض البحث بتاعي اقول العلاقة ايجابية ولا سلبية؟ طبعا لما اجي احط الفرض بتاعي بقول ان العلاقة تبنى اساسا على الاطر النظرية، فبشوف نظرية مرتبطة بموضوع البحث بتاعي واقول بناء على هذه النظرية انا بشوف ان العلاقة هتكون ايجابية. بعد كده لما بختبر العلاقة لو طلعت علاقة ايجابية فبقول انا علاقتي فعلا العلاقة عندي ايجابية زي علاقة الدراسة سين او صاد او عين، ولكنها تختلف عن الدراسة الف وب وجيم اللي وجدت علاقة سلبية مثلا. خلاص النقطة ديت بقول لما اجي اكتب فرض بحث لازم يكون فرض البحث معتمد بصورة اساسية على نظرية مناسبة، واحيانا لو ما كانش في نظرية مناسبة على اساس الدراسات السابقة. هتوقف عند هذه النقطة، وان شاء الله الاسبوع القادم هتكون المحاضرة الاخيرة في كورس النشر الدولي في مجال المحاسبة والتمويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.